السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنقول على الواجب الاسبوعي خلال الاسبوع ده، هيكون من جريدة الجمهورية على الفصل الرابع. خلي بالكم الفصل الرابع مش بياخد حقه في المراجعة، يعني بحكم ان هو في اخر الكهربية وبداية الحديثة، فاحنا عايزين نحل على الفصل الرابع اسئلة تكون يعني غير الكتب. فانا دلوقتي برشح جريدة الجمهورية اللي هي العام اللي فات. طيب تعالوا كده نستعرض الأسئلة اللي هنحلها إن شاء الله من خلال الواجب الأسبوعي. طبعا جريدة الجمهورية إعداد نخبة من خبراء الفيزياء وصناع الأوائل، عندك مستر محمد عبد المعبود والأستاذ أحمد رياض أبو السعود، يعني هتلاقي أسئلة مميزة إن شاء الله على الفصل الرابع. بالنسبة للأسئلة اللي على الفصل الرابع بعبارة عن 61 فكرة سؤال وجواب بتلخص أهم أفكار الفصل الرابع، يعني هعرض لكم جزء من الأسئلة. بالنسبة للطلبة المشتركين معايا على الزوم، هم فاهمين النظام. أنا قلت لهم إنه بالنسبة للفصل الرابع هنلتزم بمتابعة الجريدة خلال الأسبوع ده، وامتحان الجمعة هيكون من الجريدة. طيب بالنسبة للطلبة المشتركين جدد على قناة اليوتيوب ومش فاهمين النظام، هتلاقي فيديو في التعليقات، فيديو مثبت عبارة عن القوائم الخاصة بحل الفصل الرابع من جريدة الجمهورية. طبعا جريدة الجمهورية العام السابق أنا حلها كلها، فبس بالنسبة للواجب الأسبوعي ده هيكون على الفصل الرابع بس. أنت هتجيب الفيديوهات، هتحاول تذاكرها كويس جدا، وتجهز ليوم الجمعة يكون فيه امتحان، وبعدين تنتظر بقى او تصحح نفسك الاجابات بحيث ان انت تقدر تقيم نفسك بالنسبة للفصل الرابع. يبقى الاسئلة هتقدر تتابعها اكتر من خلال الفيديوهات حل الفصل الرابع. ان شاء الله هسيب لكم في تعليق مثبت اللي هي اللينك الخاص بحل الجريدة كلها من اولها لاخرها، الـ8 فصول، وانتوا هتحاولوا تشوفوا القائمة وتستخلصوا منها الفيديوهات الخاصة بالفصل الرابع. طب ليه انا هجيب لكم القائمة كلها؟ علشان خاطر انا عارفة هتكتبوا في التعليقات طب مفيش اسئلة على الفصل الاول، طب مفيش اسئلة على الفصل الثاني، فهتبقى القائمة كلها معاك اهي، حاول بقى اللي يناسبك تشتغل عليه. يعني عايز منها اسئلة الفصل الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الحديثة، دي حاجة ترجع ليك. بس انا دلوقتي بالنسبة لي اللي عايز يلتزم معايا في الواجب الاسبوعي يلتزم بالفصل الرابع عشان يجهز لامتحان الجمعة، وياريت المجموعة اللي بتحل معايا امتحان الجمعة تعرفني في التعليقات عشان نواظب على الموضوع ده. واستودعكم الله.